ناس كلها مهمة وحضور. اه طبعا. لا استاذ عادل امام ده كان وش السعد، وش السعد يعني. يا ريت تكتب لي ان انا اشتغل معاه يعني. بصي لغاية يعني يمكن الناس هتفتكر ان انا ببالغ في اللي انا بقوله، بس يمكن كل اللي انا قدمته كوم ودور العراف ده كوم تاني بالنسبه لي. لانه بدايه، لانه كان دور صحيح، هي حلقه بس سبحان الله يعني. هو ده اكبر دليل اللي احنا بنتكلم فيه، حلقه ممكن تفرق معاك كتير جدا يعني. انا لغايه دلوقتي بالرغم، شوف انا عملت كام عمل، ما لسه دور العراف هو اكتر دور معلم معايا. وبرغم انه ما كانش يعني باللهجه المصري يعني، كنت عامله لبنانيه وعامله دور ما يعني يعتبر نسبيا ما هوش كبير يعني، بس له حضور. وطبعا وجودك مع استاذ عادل امام، وانا ورامي امام مخرج ممتاز والشغل معاه سلس جدا، فالحمد لله يعني. الحمد لله ان ربنا وفقني فيه. بس انا اقدر اقول لك ان هو انا ليا انا في قلبي هو مكان مختلف يعني، يمكن مختلف عن كل حاجه حققتها بعد كده.